ملوش أسباب يا دكتور؟ والله الموضوع ده هو يعني بيقولوا ان زمان بقى اللي هي النظريات القديمه قوي، اقدم نظريه زمان اللي احنا من 20 سنه، بيقولوا ان المهاجره اللي احنا لسه قايلينها اللي هو بيهاجر البطانه الرحم، بتهاجر عن طريق ايه؟ اوعيه دمويه، اوعيه لمفاوميه، عن طريق الانبوبه، وبيروح اماكن ايه؟ بعيده. بعيدة. طلع ان النظريه دي غلط طبعا، هو ما بيهاجرش ولا حاجه. طلع ان في نظريه تانية بيقولوا ان الغشاء البريتوني اللي مغطي البريتون جوه، اللي هو ممكن تقع فيه البويضه والانبوبه تاخده، الغشاء البريتوني ده هو طلع ان بيتحول ساعات في بعض الستات لايه؟ لبطانه رحم. يعني هو البريتون نفسه اللي مغطي بطنها والحوض بيبتدي يتحول الى بطانه رحم، في تحول في الخلايا. فطلع ان الكلام ده هو في بعض الناس ليه؟ لان بيطلع التهابات، يعني افترض واحده عندها الزايده وحصل فيه التهاب بسيط، يبتدي يتضايق الغشاء البريتوني يتحول الى بطانه رحم في الغشاء البريتوني بتاعها. بس برضو ده نظريه يعني مش اكيده يعني بتبقى حاجة يعني يعتبر من عند لغايه ربنا، دلوقتي، ما تقدير فيش حاجه ربنا. اكيده. اخر حاجه وصلوا لها جين، الجين ده في العيانه هو اللي ايه؟ بيطلع الجدار بطانه رحم المهاجره ديت. بس بصراحه لغايه الان ما فيش سبب واضح. انت عارف اذا عرفنا السبب الموضوع ده احنا عايزين نمنعه، يعني صعب ان انت تمنعيه خالص. فلغايه دلوقتي كله واحد يقول رايه ويمشي، رايه ويمشي، ما فيش ولا حاجه اثبتت لغايه دلوقتي للاسباب. واحنا هنشوف دلوقتي صوره اوكي تعرفنا الاسباب بتاعته، اللي هو بتاعت زمان اللي هي اللي بيسموها بطانه الرحم المهاجره. الصوره هي زي ما انت شايفه الاوعيه الدمويه والغدد الليمفاويه، اللي هو بيمشي عن طريقها ويروح اماكن بعيده خالص، او يكون يخرج من الانبوبه زي ما حضرتك شايفه على الشمال، يخرج من الانبوبه ويوقع على سطح المبيض. كان واحد بيقول كده عشان هو اكتر مكان بيجي فين؟ المبيض. وقال كده ان البطانه تعدي وتروح واقع على سطح. الكلام ده طبعا غلط، واكدناه، لان بطانه الرحم اللي بتقع ميته، ازاي تقع على سطح المبيض وتبقى عايشه؟ فعشان كده كلامه طلع مش غلط. صح. طبعا لغايه طيب دلوقتي احنا مش عارفين بصراحه الموضوع ده غريب. انا ليه يا دكتور عندي شك كده او استفسار، انه ممكن مثلا يبقى بسبب تكيسات المبايض او الاكياس اللي بتبقى لا لا، موجوده على ملوش علاقه المبيض، بيه خالص لما حجمها بيزيد ممكن تؤدي لمشكله بطانه الرحم. خالص، ملوش ملهاش علاقه. ده علاقه حاجه وده حاجه تانية خالص، فعلا. وعمرك ما بتلاقي فيهم الكياس دي. اوكي. طبعا هو يعمل كيس اللي هو الشوكولاته، بس مش الكيس اللي يعمله. طيب سؤالي، لو ظهر الكيس الشوكولاتة ده بس ما هي ما اكتشفتش ان فيه بطانة الرحم المهاجرة، في بتبقى اسباب تانية. دي اسباب تانية؟ في اسباب ايه بقى؟ تانية، يعني ممكن يكون في ورم خبيثة لا قدر الله، ممكن يكون في كيس زي ما احنا قلنا اللي هو الوظيفي بس قعد فترة طويلة فيبقى شوكولاتة برضو. ده مش حاجة ليه هو، لازم معاه الاعراض اللي احنا هنناقشها النهاردة ان شاء الله. اوكي. طب ايه هي بقى يا دكتور الاعراض؟ الاعراض بتاع اللي هو بطانة على الرحم فكرة المهاجرة. معظمهم ما بيشتكوش، اللي انت ما تعرفوش. ما هو ده اللي انا بقوله. ما دي بقى مشكلة، معظمهم ما فيش شكوى خالص، بنكتشفها بالصدفة البحتة. ازاي؟ اوكي. واحدة جاية بتدور على الحمل ومتجوزة بقى لها سنة ولا سنتين، وتيجي تقول لك أنا عايز أحمل، فإحنا بنعمل لها إشعة تلفزيونية، دي البداية. وأنا بعمل إشعة تلفزيونية بفاجئ بكيس فيه دم موجود فين؟ على المبيض. حجمه ممكن يكون صغير قبل ما هي تشتكي، فاكتشفه قبل ما هي تقول. أو واحدة عملنا لها منظار اللي هو منظار بطن، بندخل بخرم صغير، ده هنشرحه في مره ونشوف ازاي بيتعمل. بندخل بخرم صغير تحت السره وندخل بكاميرا نشوف الرحم من بره والانبوبه من بره والمبيض من بره ونشوف الغشاء البريتوني، وفاجئ بيه موجود جوه بطن العيانه وهي ما كانتش تعرف في بدايته. فطبعا اكتشافه حقيقي بيبقى معظم الحالات كده، بس في بعض الاحيان العيانه بتشتكي بقى. بصي طلعتي نزلتي، اهم حاجه الالام، الالام اللي بتيجي بيها العيانه، الام بكل الانواع. يعني بصراحه العيانه دي بتتعذب بامانه. اولا الام ليها علاقه بالدوره، الام ليها علاقه بالعلاقه الزوجيه، يعني الام اثناء العلاقه الزوجيه، الام مزمنه بتقعد في الحوض 6 اشهر او اكتر مستمره، تشك ان عندها بطانة الرحم الرحم. بس انا مش عايز اخوف الستات، لان في واحده تيجي تقول لك طب انا عندي وجع. هي الصوره دي برضو يا دكتور اللي معانا على الهوا دي، الصوره ديت ايه بتوريكي كميه الوجع اللي في العيان اللي هي بتحس بيه. هي طبعا بدايه الوجع هنشرحه دلوقتي، بس انا عايز اطمن العينين، لانه ما بيسمعوا الحلقه دي يقول لك طب انا عندي وجع، وتترعب وتروح لدكتور. لا حضرتك، في وجع، يعني احنا هنقول وجع اثناء اللقاء، هل لازم تبقى بطانه رحم وجع؟ لا خالص، ده ممكن يكون عندها التهاب من تحت وما بيحصل لقاء بيحصل وجع، وده علاج الالتهاب وخلصت. يعني مش كل واحدة عندها آلام أثناء اللقاء
يبقى عندها الموضوع بطانة الرحم. وحاجه تانية الام مصاحبه للدوره، طب ما في ستات بيجي لها الام وقت الدوره ومغص جامد ومش قادره تستحمل، على فكره ده كويس، ده معناه ان في تبويض. في واحده يجي لها الام قبل الدوره بس، قبل وتختفي مع الدوره، دي سببها احتقان، يعني الحضن عندها محتقن كده، دي بس مشكلتها انها حياتها هاديه شويه، ما بتلعبش رياضه، ما بتتمشاش كتير، فنقول لها العب رياضه، الاحتقان بيقل فالوجع بيختفي بيروح. اما بقى في حكايه بقى بطانه رحم المهاجر اللي انا هتكلم عليها دلوقتي، الوجع غريب، اولا بيجي قبل الدوره خلاص وجع، وبعد كده يزيد مع الدوره، مع ان العين تيجي تقول لك انا مستنيه عشان تختفي، يروح زايد، بعد الدوره يقل بسيط بس ما بيختفيش، يعني حياتها كلها وجع. مشكلتها بقى الدوره اللي بعديها الوجع افظع، الدوره اللي بعديها افظع، على فكره حياتها كلها وجع الام حقيقي، بتوصل عينها لدرجه انها بتاخد في الاول مسكنات خفيفه، اه كنت لسه اقول لحضرتك، وبعد كده هو تزود في المسكنات، وبعدين تاخد حقن، وبعدين الموضوع يوصل بقى تقول لك حقيقي، يعني في بعض الستات اللي شفتهم تقول لك انا نفسي اموت ويخلص الوجع ده، يعني بتوصل لدرجه فظيعه من الوجع. عشان كده اكتشافه دايما يبقى ايه بدري احلى، لان الوجع بيبقى بسيط فبلحقه، اما حكايه كل ما بيزيد ده معناه ان في حاجه بتتم جوه العيانه. الوجع حقيقي بيبتدي قبل، يعني دي بقى اللي تروح لدكتور بقى تيجي تقول له انا عايزه، بيبتدي قبل ويزيد مع وجود الدوره، وجود ده ويقل قبل الدوره بسيط بس ايه ما بيروحش، في وجع حياتك كلها وجع، تقول لك وانا مش هروح مني ده ولا ايه. عشان كده اي واحده انصحها عندها وجع مستمر لمده 6 أشهر ومش معروف السبب، بصراحة دي لازم تروح لاستشاري عشان نكتشف المرض ده قبل ما ايه يزيد، قبل ما يزيد. طب الاعراض يا دكتور، يعني اللي بتعاني مثلا من وجع اثناء البريود غير اللي بتعاني من وجع اثناء اللقاء، يعني اللي عندها دي غير اللي عندها دي، ده يبقى عندها الاثنين. بس انا حتى كمان اللي مش متجوزه يعني تكتشف ازاي فتره البريود بس؟ بس ده العرض الوحيد. علاقه بقى باللقاء طبعا، يعني ليها علاقه بالبريود، يعني واحده انيسه وجالها الموضوع ده، يجي لها وجع قبل ووجع اثناء وجع بعد، يعني اللي جات لي ديت كان عندها وجع بقاله فتره طويله وافتكروه زي ده. وابتدوا الدكتور الجراحه ما عملش حتى لا سونار ولا حاجه، ابتدى يقيس لها كرات الدم البيضاء ويقول لها خدي مسكنات ومش شكلها زايده، المهم عملوا اشعه مقطعيه طلع ان فيها كيس. اما جات لي عملت لها اشعه تلفزيونيه على البطن، يعني دي انيسه، عملت لها اشعه لقيت كيس 10 سم في الشوكولاته دي، فهماني؟ فطبعا دي حلها لازم فتح، فمن قصدي فتح بطن وفي بنت انيسه طبعا، فبناخد بالنا قوي عشان ما يحصلش التصاقات، يعني شغلنا فيها بيبقى ايه بيبقى على الحدود قوي جداً. بناخد بالنا قوي عشان البنت دي لسه هتتجوز، فدايما عملياتهم بتبقى مختلفه شويه.